تحتضن في هذه اللحظات ساحة المشور بالعيون سهرة فنية كبرى تخليدا للذكرى 47 للمسيرة الخضراء المظفرة. الصور تأتي مباشرة من هناك وأجواء احتفالية تعكس قيمة وحجم هذه المناسبة في نفوس ساكنة الأقاليم الجنوبية وكافة الشعب المغربي. دايم عالسيف بلادي دايم عهدني ولعهدك يا مغربي بالنية نساهموا في التنمية صحة برا 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 أكيدين لنا سعيون شبابنا اللي في العيون موتا وقدروها هادي ما تشوفنا يا هي مازال محيحين يا ومازال نايضة يا ما عندي شي ما نقول ما عندي ما نسالكم يلا كملوا الناس ديال ناس العيون بغيت نشوف اللي ديال الفوق حبابنا اليوم عائلة وحدة كاملين بغيناها تنوض اليوم واجدين يا سلام يا دي جي يلا اللي ديال الفوق وتصفيقة وحدة السوء عليكم والله يجزيكم ناس العيون نشوفكم يا سلام نعيش مرة بالريش طيش طرعش ونسى المسعيدة حبلي راسك سمان حشيش عيش دير علاش تكون تولي الوقت يدور سبدك مثلي عيون الشر كاتمنى كم سيان باش ترقى معاه الدنيا ثانية تصيرها طير تبعتيها انت تصيرها حصير حصير ولا اللون هادي